اليوم راح يتابع باختياراته لأفضل الفيديو كليبس وراح يقطع معنا هلا على غير موجه. يعني لما تعرف انه انا بكون معك ما بضوع عيونك هيك هالقد انا نيوكي من اكثر باكلات عندي كثير كثير بحب النيوكي مع صوص بلونش. اهلا وسهلا، ما انت فتحت سيري تاكل مع ما انا ما فتحت سيري، انت سمعت طنوا دينيكي فتحوا عيونك هيك تنج يعني ما معقول اسمع نيوكي مع عمر رياكشن يعني هيك. ومثل ما قلت كيفك يا غيدا؟ الحمد لله كله تمام. ايه كله تمام. اول شيء كمان بنحب نحيي جوزيف مندوبنا بيشيا كمان سفيرنا هون سفيرنا هون مثل ما قلت. وحلقتنا اليوم نحن قلبينه اليوم رح نبلش بغير موجه. غير موجه رح نحكي، عملنا الفيرست بارت نحن بس فيديو كليبس، رح نعمل السكند بارت بس فيديو كليبس. نحن للمشاهدين يعرفوا اول شيء اول غنيه كثير مهضومه كثير حلوه رح تكون يعني عن جد خارجه على بكره، غنيه رايقه غنيه مهضومه. غنيه رح نبلش فيها اسمها تارو الجي، الجي كمان جايين على لبنان يعني بحب اقول للمشاهدين اذا حبوا الغنيه كمان فيهم يحضرون كمان جايين على لبنان الباند. غنيه تارو بنصح كل الناس يفوتوا يقروا عن الغنيه لانه بتعرف يعني كل غنيه عندها خبريه وراها. تارو ات هاز فيري انترستينج ستوري، بلكي الناس اللي بيحضروا الفيديو كليب ما بيفهموا شو عم ينحكى، بس اذا بتقروا الليركس تفهموا في خبريه عم بيخبرها الارتست كثير مهضومه. تارو هي بنت اول مصوره للحرب. اول مصوره للحرب يعني وقت كانوا ينزلوا على ساحه الحرب. اسمها تارو، جوزها بيقطع اسمه بالغنيه، بيموت كمان وقت الحرب، وبالغنيه عم بيقولوا انه رح يجتمعوا مع بعض من ورا اللي صار معه يعني. اتس انترستينج لانه بتشوفي بخبرك الايفنتس اللي صاروا معه ليتوفى ليجتمع مع مرته تارو. مهضومه الخبريه، مهضومه كيف حطوها، واحلى شيء فيها الفيديو كليب رح نحضره هلا. لان الفيديو كليب وقت تشوفيه عن جد بتشوفي اول شيء اتس ريلي امبرسيف، يعني حضرته لاكثر من شخص او شخصين، بتشوفي التصوير كيف عم بيصير، اكيد كل اللي عندهم هوايه التصوير بيشوفوا كيف التصوير عم بيصير. ايه لانه اذا هي مصوره يعني شغله كثير على التصوير بالموضوع. صح، بتشوفي انت التصوير هلا كيف رح يكون تبع الفيديو، كيف اخذين مقاطع، كيف عن جد البوينت اللي عم ياخذوا فيها الصوره بتغير كل شيء، نحضره مع بعض. Jumps to 2 feet, creep up the road. To photo, to record me, lumps and war. Their ancestors is time so. Spread you into my eyes. PM Gabba Ben's death quivers, last rattle, last chokes. Oh, colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp of the body grasp. مشغول كثير حلو الكليب. هيدا الفيديو تبع تارو الجي، يعني مثل ما قلت لك حلوين الالوان اللي بتشوفيهم بالفيديو، حلوين الصور اللي بتشوفيهم. لانه فيديو مؤثر يعني اذا صح. كمان قصته مؤثره. هي القصه عن جد كثير مؤثره، يعني بنصح الناس يقروا عن خبريه تارو كابا، كيف عندهم كان العلاقه تبعهم وشو صار كيف صارت بالاخر معهم. رح نكمل هلا مع من اشهر الباندات اللي اعتبرها روك باندز بالعالم، يعني اتس ون اوف ذا ليجندز بالروك باند، بينك فلويد، انذر بريك ان ذا وول. الفيديو كليب هذا اللي بنحضره يعني رح يقطع معنا على الشاشه، اتس ون اوف ذا فيديو كليبس وين اول مره بفوتوا بالكرتونز، بفوتوا الكرتونز، بفوتوا كمان في عندك الناتشرال لايف اكشن والانيميشن يعني. ذا فيديو كليب هاز بين ريميد، في عندك اكثر من 10 فيرجنز معمول منه. هالفيديو كليب في عندك اكثر من
10 يعني more than 10 versions of the song. يعني هي قليلة شو حلوة الغنية، هي الغنية هن بينك فلويد كلهم فظيعين. بينك فلويد لأنهم كل الأغاني تبعهم بتعرفي they are impressive، أغاني تبعهم مختلفين. They started مثل ما نعتبر إنه they were legends. أكيد باللي بلشوه. أكيد هلا عم نحضر أغنية another break in the wall، يعني we're watching the video. هون اللي كنت عم بحكيك about the animation اللي فاتت، it was in between. صح. يعني الفيديو مشان هيك it was considered one of the best top videos. يعني وقتها كنا نحن عم نشوف الريتنجز تبع الميوزك فيديوز، it became between 6 or 7 على 50 فيديوز. يعني اكيد اذا شايفه كمان اكيد اذا حاضره كونسرت مش لبينك فلويد، في دي ار بانز عم يغنوا اغاني لبينك فلويد، اذا حاضره مثل هلا شفنا الوول وقت عم يسكر دائما في عندك الوول بالكونسرت وبيكسروا بنص الكونسرت. صح. انه هيدي اتس ون اوف ذا سونجز فينا نعتبرهم انت بتتعرفي على ارتست من ورا الغنيه تبعه، هيدي البينك فلويد فينا نتعرف عليه، ون اوف ذا سونجز اللي متعرف عليهم تبع نظر بريك ان ذا وول. اكيد يعني بنصح كمان ناس، انا وما عنا لدي الوقت ما عم نقدر نقطع كل الميوزك فيديوز، بنصح ناس عن جد يفوتوا يحضرون لانه في قصص ما بقى عم يعملون هلا. اكيد. وعلى التكنولوجي اللي كانت من قبل ليعملوا هيك فيديو كليب ات واز ريلي هارد. رح نكمل مع تالت غنيه كولد بلاي. بتحبي كولد بلاي؟ ايه تفضل. في عندهم وحده من اعتقل الاغاني تبعهم اسمها ذا ساينتست. هلا ذا ساينتست اللي نقيتها هون بتكون بركي بتقولي لي انه كولد بلاي هاف اغاني احلى او they chose many songs فيديو كليبس عاملين احلى بكثير، بس ذا ساينتست won around 4 Grammy Awards للغنية تبعهم لانه it was simple فيديو كليب، والغنية تبع ذا ساينتست it was one of the اكثر اغاني فينا نعتبر عملت ضجة لكولد بلاي ومن اكثر الاغاني المسموعة لهالباند. اكيد هلا المشاهدين اذا عم يسمعوا الغنية رح يتذكروها، رح يتذكروا اكيد الليركس. اتس ان اولد سونغ بال اوائل 2000 بلشوا يغنوها، واذا بتلاحظي اتس سمبل فيديو كليب. يعني مش شيء مشغول عليه كثير، مش معمول كثير، بس يعني واقف على حد حيط الجرافيتي. اتس سمبل فيديو كليب، بس فور ذا ليركس اللي عم ينغنوا يعني اوقات ما ضروري يكون، يعني نحن حتى اذا بتشوفي عنا بالعالم العربي حتى غير بلدان هيوج برودكشن بيكون الفيديو كليب ما خصه بالغنيه. اكيد. الحلو وقتها انت يو كان ريليت الفيديو كليب على السونغ، مشان هيك هلا كول بلاي حطيتها بالليست. ايه اوقات بيتركوا الغنيه هي تحكي عن حالها. صح. واحد بس بيركز بسرعه على الغنيه، ما عم بيركز على الاشياء اللي عم تمرق قدامه. صح. اكيد يعني عنا كان بعد غنيتين كان حبيب اقطعهم، اكيد نعمل حلقه ثانيه. وهيدي كانت الحلقه اليوم هيدا. شكرا لك. ايه لانه في غنيه انا ناطرتها كانت تبع مادونا، انا بحبها كثير لمادونا. مادونا يعني منخليها لغير مره، بس للمشاهدين اللي قالوا مادونا وليدي جاجا عندهم حصه كبيره من الفيديو كليبس. لانه ليدي جاجا ومادونا وفي روبي ويليامز كمان لانه عملوا مظاهره وموست اوف ذا فيديو كليبس تبعهم وير باند. هي ما في شك انه ليدي جاجا الايكون تبعيتها هي مادونا، بس بالنسبه لإلي الايكون الاساسي والديفا تبعيتي هي مادونا. رح نشوفك نرجع بعدين أكيد. جون اكيد ب على يوتيوب. انما رح ننتقل هلا لعن جوزيف اللي رح يخبرنا كمان عن مواهب موجوده كثير. ثانك يو لكم، ثانك يو غيدا، ثانك يو لجون. نحن بعدنا موجودين هون معكم من رشيا الوادي، رح نعمل جوله على المعرض يلي مستقبله استاذ سلطان ابو مالك هون بمنطقه رشيا الوادي. نحن بدنا نتشكره كمان استاذ سلطان لاستقباله لنا من ليله امبارح كمان ببيته، والجوله اللي عملنا اياها بمنطقه رشيا الوادي وبالتحديد بالقلعه الحضاريه الرائعه لازم تشوفوها. مها هبه 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 مصر عيط لك مها، يعطيك الف عافيه. رسامه كمان عرضها بالمعرض اليوم، الرسمات اللي نعليهم شوي نفرجيهم للكاميرا. انت كمان بنت رشيا، خبرينا شو بترسمي. هلا هيدا اسمه فن تعبيري، بيعبر عن المشاعر الرسام شو بحس وكيف بيرسم. مثلا هولي مرسومين بجواش، هولي بياخذوا وقت اكثر من هيدا عشان اكلاريك اسهل. اوكي. هيدي الرسمه للرسام عارف مهنا، هي از ا جريت بيرسون، ومثل ما بنعرف عم يعبر عن شعوره ورسم بيعقد.
ما قدر يكون معنا، عنده ظروف خاصه، بس هو عنده رسائل كثير حلوه وبيعمل معارض كمان. هلا شارك بكذا معرض بس ما عنده معرض سبيسيفيك جاست فور هيم. نحن بنتمنى لك التوفيق انك على عرض رسماتك، حتى قبل ما اروح كمان فرجي هالرسمه يلي هي كمان من رسم هبه. رح نرجع لك بعد شوي، بننتقل هون على شيء كثير مميز وحلو. مين بده يخبرنا شو عم بصير هون؟ مرحبا. يعني النحت على قشرة البيض، البيضة بعدها بقلبها ولا كيف؟ لا مفرغة، مفرغة برجع بنحت عليها. كثير حلو، كيف طلعت الفكرة؟ أنا بحب الرسم والنحت كثير، حبيت أعمل شيء جديد يعني بالنحت وسكت بهالطريق. بيتكسروا معك ولا كلهم بيزبطوا؟ بتكسر يعني، بس صار شيء بيزبط يعني. طيب وبتعرض عادة وين؟ يعني لازم تفرجي هالفكرة لكتير عالم يعني. عملت معرض خاص لألي يعني، على طول بعمل معارض خاص، وعامل معرض بالبيت يعني، اللي بحب يتفرج بيجي لعندي على البيت. مشارك معارض ببيروت بعدة مناطق. يعطيك ألف عافية حبيبي. كمان رح ننقل على شيء مهضوم بقلب شيء الوادي، يعني شكله النحت والرسم والفن على أصوله وأساسه بهالمنطقة اللي هو هون، النحت بالطين. يعني خبرنا أكثر عن الطين، يعني خلينا نبلش من الأول. الطين مادة سهلة للعمل وللتشكيل وكذا وشغلات. بعدين الطين بنحوله إلى فخار، يعني بصير مادة صلبة ومضمونة ولا بتعيش أمد طويل، هذا هو. وعملي الفني أنا تراثي، أنا هودي بيحكوا عني هؤلاء الأشخاص اللي أنا عندي. منحوتي قد بتاخد وقت معك؟ وقت بسيط لأنه مدرب على العمل الطين أنا. بسيط يعني ساعة ساعتين، أي عمل من هذا ساعة ساعتين بيمشي الحال. تحكي جد ساعة ساعتين بيطلع معك هيك منحوتي؟ اسم الله عليك. الله يعطيك ألف عافية. الله يخليك. كمان من نحت على الطين للنحت على الحجر، خلينا نشوف بس مشهد صغير قبل ما نسلم الأخبار. مين عم بينحت هون؟ يعطيك ألف عافية. صباح الخير يعني. يا هلا، منحوتاتك رائعه، شفناها من امبارح كانت موجوده هون، وبتصور موجوده باغلب البيوت كمان هون تقريبا، وعم داخل القرى كمان حاطط 6-7 تماثيل، وبنحاول قد ما فينا نوصل التاريخ والحضاره. يعني هيدا الكتاب الازلي اللي وصلنا نحن، كنا شو بالتاريخ، حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا، لازم نحافظ عليه ولازم نوصله على كل بيت. يعني بلكي بنعمل رساله جديده عن الوطن. حسب يعني حسب الفكره تاخذ مثلا اسبوع. هيدي مثلا صراع المرأة والتقاليد. نعم. التقاليد هي اللي بتشكل الأفعى، والمرأة هي الحياة. صحيح. لازم تتغلب المرأة على التقاليد المهترئة اللي ببلادنا. لازم يكون في عندنا ثورة. بين المرأة متغلبة لأن جاية من فوق. شكرا لك. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين، شكرا لك. عالم الصباح من رشايا الوادي لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. بنتقل أنا وياكم بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا ما تروحوا لمطرح. شكرا جوزيف، بريك قصير مثل ما قلت وبنرجع، خليكن معنا.